مرحبا، أتعلم؟ السماء هي حدود الطائرات بالمعنى الحرفي للعبارة، فالطائرات يمكنها الإقلاع عموديا أو من فوق سفينة، ويمكنها التحليق بالمقلوب والدوران في حركات بهلوانية. لكن كيف تفعل كل ذلك؟ وما الحدود التي لا يمكنها تخطيها؟ ستكتشف الإجابة حالا. كيف تستطيع بعض الطائرات التحليق بالمقلوب؟ معظم أجنحة الطائرات غير مصممة لتزويد قوة الرفع عندما تكون الطائرة مقلوبة، وتتطلب من الطيار تصويب مقدمة الطائرة للأعلى للقيام بذلك. لكن الطائرات العسكرية والطائرات الاستعراضية لها أجنحة متناظرة والتي تستطيع رفع الطائرة في أي وضعية. كيف يعمل الهبوط على الماء؟ بحرص شديد تحتوي الطائرات العائمة بشكل أساسي على زورقين بدل العجلات، لكن تحتوي أيضاً على عجلات صغيرة للهبوط العرضي على اليابسة، والجزء السفلي من هيكل الطائرة مصمم بشكل يشبه القارب ولا يحتاج إلى أي معدات على الإطلاق. لكن يمكن للطائرة العادية الهبوط على الماء في الحالات الطارئة، وتسمى هذه العملية بالحط على الماء، وتعد من أصعب المهام التي يؤديها الطيارون. ما مدى قوة الصناديق السوداء؟ أولاً، هذه الصناديق برتقالية اللون لأن هذا اللون الفاقع يسهل العثور عليها، وتوضع في العادة بالقرب من مؤخرة الطائرة حتى تتعرض لأقل قدر ممكن من الضرر عند وقوع حادث. يمكنها تحمل درجة حرارة تصل إلى 1100 درجة مئوية و2250 كيلوغرام من الضغط، وهو ما يكفي لإذابة معظم المعادن اللينة وسحق سيارة. كيف تعمل الطائرات الشبح؟ لرصد طائرة يجب أن يرسل إليها رادار موجات كهرومغناطيسية، ثم يستقبل هذه الإشارة بعد انعكاسها على الطائرة وعودتها لها. يمكن لسطح الطائرة الشبح امتصاص الموجات أو عكسها بطرق غير متوقعة، بحيث تصبح الإشارة غير قابلة للقراءة للرادار، وهذا سبب تصميم معظم الطائرات الشبح على شكل زوايا غريبة. كيف يعمل نظام الطيار الآلي؟ كل ما يتطلبه هذا النظام هو نقطة الوجهة والمسار، وكل شيء آخر يعتمد على حسابات وأجهزة استشعار معقدة. على سبيل المثال، إذا قام جهاز الكمبيوتر بتعيين ارتفاع في نقطة معينة، فسوف تتحقق أجهزة الاستشعار مما إن كانت الأجنحة أدنى أو أعلى من تلك النقطة، وتعدلها وفقاً لذلك، وفي الغالب يهبط الطيارون ويقلعون يدوياً. لماذا لا توجد أطباق طائرة حتى الآن؟ سؤال وجيه. حاول الناس في الواقع صنع طبق طائر، وكانت هناك عدة نماذج أولية مثل VZ9 أفروكار أو فوت V173، كانت كلاهما طائرة تجريبية بتصميم شبيه بالطبق، وأظهرت كلا الطائرتين عدم الكفاءة. لا يمكن أن ترتفع VZ9 لأعلى من متر ونصف فوق سطح الأرض مثل الحوامة. لماذا تحتوي بعض الطائرات على أجنحة مكونة من طابقين؟ تسمى هذه الطائرات ثنائية السطح، ومحركاتها ضعيفة نوعاً ما، ولهذا السبب لا تستطيع الأجنحة العادية توفير ما يكفي من الرفع لها للتحليق بشكل ثابت، وتمثل الحل في زيادة مساحة الجناح بطريقة لا تجعله ثقيلاً للغاية، ومن هنا ولدت فكرة الهيكل مزدوج الجناح. لماذا لا نزال نستخدم طائرات تعمل بمراوح؟ ليس لمجرد أنها أرخص في الصنع، ولكن لأن الطائرات بمحركات نفاثة فعالة في السرعة العالية والارتفاع الشاهق فقط. على سبيل المثال، سيكون من الصعب استخدام طائرة بمحرك نفاث في الزراعة لرش الأعشاب أو التسميد، وذلك لأنه يجب على الطائرة التحليق ببطء نسبي وبالقرب من الأرض. لماذا لا نستخدم المناطيد؟ أحجام هذه الطائرات ضخمة ولا تمتلك ديناميكية هوائية كافية للتحرك بسرعة في الهواء، كما ستسحبها الرياح القوية كثيراً، ولا يمكنها ببساطة منافسة الطائرات العادية. ومع ذلك هناك مناطيد جديدة مثل إيرلاندر 10 تجمع بين ميزات المنطاد والطائرة، بحيث تقلع مثل الطائرة العادية ثم تحلق عالياً مثل المنطاد. هل سنطير على طائرات كهربائية في المستقبل القريب؟ هناك أكثر من 14 مشروعاً مختلفاً قيد التطوير حالياً لتصميم وبناء طائرات كهربائية،
من طائرات التاكسي بمقعدين فقط إلى طائرات ب150 مقعد، وبعضها يقوم حالياً برحلات تجريبية. يفترض أن تحلق هذه الطائرات لمسافات قصيرة فقط لأن بطاريات الليثيوم لا تسمح بالتحليق لمسافة أطول. لماذا تخلف الطائرات مسارات في السماء؟ وكلا لا يرتبط ذلك بقضاء حاجتها. يوجد ماء في عادم محرك الطائرة، وعندما يختلط مع الهواء البارد الرطب ينتشر بشكل رقيق ويتجمد في بلورات ثلج صغيرة. يسمى الخط الناتج غيمة صناعية، ولن تخلف الطائرة المحلقة في هواء جاف هذه المسارات. لماذا تحتوي بعض الطائرات على مقدمات مستديرة والبعض الآخر على مقدمات مدببة؟ تطير الطائرات بمقدمات غير حادة بسرعات أقل من سرعة الصوت، ولا تحتاج للتعامل مع موجات الصدمة الناتجة عن كسر حاجز الصوت، وذاك هو الغرض من المقدمات المدببة. لماذا برأيك تستطيع ساحرة الغرب الشريرة الطيران بسرعة؟ نعم، أنفها المدبب، هذا صحيح. لماذا يقلق الطيارون بشأن الأيام الحارة أكثر من الأيام العاصفة؟ يصعب على الطائرة رفع هيكلها في الهواء الساخن، يصبح الهواء أقل كثافة ويتدفق بحرية أكبر، بينما تحتاج الأجنحة إلى هواء كثيف لصعوده. لهذا السبب يعد الصباح أكثر وقت آمن للسفر خلال فصل الصيف، لأن الهواء لا يزال بارداً حينها. ما السرعة التي يمكن أن تطير وتدور بها طائرة السباق؟ لا تصنع طائرات السباق للرحلات لمسافات طويلة أو لتقديم خدمات، لذا يمكن التركيز على حزم طاقة عالية في هيكل بأخف وزن ممكن. وبهذه الطريقة يمكن لطائرة السباق الطيران بسرعة تزيد على 420 كيلومتر في الساعة، والدوران ل 420 درجة في ثانية واحدة. هل تستطيع الطائرة الذهاب إلى الفضاء؟ كلما ارتفعت الطائرة أصبح الهواء حولها أقل كثافة، وفي مرحلة معينة يستحيل على الطائرة رفع هيكلها لارتفاع أعلى، لأنه لا يوجد هواء للقيام بذلك. أعلى ارتفاع وصلت إليه طائرة تجارية هو 18,300 متر، وصاحبة الرقم القياسي هي طائرة كونكورد الأسرع من الصوت. كيف تتحمل الطائرات ضربات الصواعق؟ يقول الطيارون إن كل طائرة تتعرض لضربة صاعقة في وقت ما، لكن هيكل الطائرة صلب ومصنوع من الألمنيوم، مما يؤدي إلى مرور الصاعقة على طول السطح الخارجي للطائرة دون أن تذهب لأعمق من ذلك. أسوأ ما يمكن للصاعقة القيام به هو العبث قليلاً بمعدات الطائرة لوقت وجيز. لماذا يجب ألا تستخدم أبداً مؤشرات الليزر حول الطيارين والطائرات؟ حتى لو قمت بالخطأ بتوجيه الضوء على عين الطيار فستقع في مشكلة كبيرة للغاية، وليس لأن ذلك سيجعل عمله أصعب فقط، ولكن لأنه مخالف للقانون ويعاقب عليه بشدة في بعض الدول، كما أنه تصرف غبي. لماذا يبدو الطعام على متن الطائرة بلا طعم؟ هذا ليس ذنب الطعام، بل لسانك الذي لا يستطيع تمييز الأذواق على متن الطائرة. يؤدي المزيج من الضغط العالي والهواء الجاف إلى تخدير حاسة التذوق ومنعك من الإحساس بالطعم الحقيقي للطعام. كيف تحدث الاضطرابات الجوية؟ تتمثل الأسباب الأكثر شيوعاً في التيارات الهوائية الصاعدة، أو الطيران في سحابة، أو الحرارة الشديدة، أو مصادفة برد قوي. عندما يرى الطيار أن الطائرة على وشك الاهتزاز، فإنه يحاول تعديل الارتفاع أو طلب تغيير المسار، ليس من أجل السلامة ولكن لراحة الركاب فقط، لأن الاضطرابات الجوية آمنة في الغالب على الطائرة. هل يمكن أن يصبح الجو كارس البرودة لدرجة تمنع الطيران؟ أحد عيوب وقود الطائرة النفاثة هو تجمده عند 40 درجة مئوية تحت الصفر، لكن على ارتفاع 9150 متراً في السماء يكون الجو أبرد من ذلك. لا يتحول الوقود إلى جليد لأن الطائرة تنتج حرارة ذاتية كافية. إن كانت هناك طريقة لإبقاء الثلج بعيداً عن الأجنحة بمضاد للتجمد والحفاظ على الوقود في شكل سائل، فيمكن للطائرة أن تطير في جو شديد البرودة دون أي مشكلة.
لماذا تحلق الطائرات في دوائر فوق المطارات أحياناً؟ لمجرد الاستعراض؟ كلا، ليس لهذا السبب. هذه الدوائر هي حالات انتظار تصل في بعض الأحيان عدة طائرات إلى وجهة واحدة في نفس الوقت، لكنها لا تستطيع الهبوط معاً. أثناء هبوط إحدى هذه الطائرات يجب أن تطير أخرى في حالة الانتظار هذه وتنتظر دورها. وقبل الهبوط الاضطراري يساعد هذا النمط من الطيران في دوائر على حرق الوقود وتخفيف وزن الطائرة. لماذا معظم الطائرات بيضاء؟ يساعد طلاء الطائرة الأبيض على عكس ضوء الشمس، وبالتالي تقليل الحرارة عندما لا تكون هناك سحب لحماية الطائرة من أشعة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، من الأسهل بكثير رؤية العيوب والتصدعات على الغطاء الأبيض. كيف تقلع الطائرة النفاثة من فوق حاملات الطائرات؟ أولاً، تتحرك السفينة نفسها في مهب الريح، وهذا يولد المزيد من تدفق الهواء لأجنحة الطائرة لبدء الرفع في وقت أسرع. كما توجد مقاليع على حاملات الطائرات تعمل على قذف الطائرة من سطح السفينة لتحصل على سرعة فائقة في ثوان معدودة. واو! وأخيراً، هذه الطائرات مصممة لتزيد سرعتها بأسرع وقت ممكن. هل تبدو رحلة ممتعة؟ أعتقد أني سأتقيأ. كيف تقلع بعض الطائرات عمودياً؟ الطائرات القادرة على الإقلاع العمودي مزودة بمحركات يمكن توجيهها للأسفل، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى مدرجات للإقلاع والهبوط. لكن هذه المهمة مرهقة جداً على الطيارين وتكلف الكثير من الوقود، لدرجة أنه تم في الواقع التوقف عن القيام بمزيد من الأبحاث في هذا المجال في مرحلة ما. تقلبات السفر الجوي. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.